استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر السافرية هذا اليوم الشيخ فواز بن سلطان الهدال شيخ مشايخ قبيلة العنزة وإخوانه وذلك للسلام على جلالته هذا وقد نوه جلالة الملك المفدى بجهود فقيد العائلة المرحوم والدهم الشيخ سلطان بن زبن بن محروت الهدال شيخ قبيلة عنزة في خدمة وطنه البحرين وما كان يحظى به الفقيد من تقدير واحترام من قبل الجميع وكافة أفراد قبيلته سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وقد رفع الشيخ فواز بن سلطان الهذال واخوانه اسماء الشكر والتقدير والامتنان الى جلاله الملك المفدى على ما ابداه جلالته من مشاعر كريمه وطيبه تجاه المرحوم والدهم داعين المولى عز وجل ان يحفظ جلالته ويرعاه ويمتعه بموفور الصحه والسعاده لمواصله مسيره الخير والعطاء في هذا الوطن العزيز